لو حسب معلوماتك نعرف حجم الخسائر في منطقة المناقل أو منطقة الجزيرة أو منطقة المناقل تحديدا؟ شكرا لك أستاذ إبراهيم. الحقيقة نحن لعلنا بعيدين وموجودين في المهاجر وبنتواصل مع أهلنا بالتلفونات وبنضيف على كل صغيرة. الحقيقة حجم الكارثة كحجم كبير جدا وحجم مهول، لا يمكن أن تستوعبه قنوات إعلامية، ولا يمكن أن يتحدث محدث يلغي نظرة كاملة عن ما حدث. لكن هناك يعني لجنة موجودة على الأرض من أبناء الجزيرة، من أبناء منطقة المناجل، من الناس الخلص يعني موجودين على الأرض هناك، بيحصوا في الخسائر وبيجيبوا. نحن الحقيقة بمفهوم عام أو بخط عام، الخسائر في قرى أزيلت تماما، وفي بيوت هدمت تماما، في قرى يعني في قرى فقدت جزء لا يقل عن 70% من امكانيات المباني السكنيه، وحتى مدارس هدمت ومسجد وخلاوي بتاع قران، وحجم الخساره حجم كبير جدا. ف يعني لا يمكن انه نقدر نديك رقم دقيق، لكن الحمد لله نحن ممكن في حاجة يعني نشكر الله عليها كثير، إنه حجم الخسائر في الأرواح بسيط، لكن حجم الخسائر في الممتلكات كبير. والشعب السوداني ده شعب أبي، شعب كريم، شعب بسيط، شعب مؤمن، عنده ثقة كبيرة جدا جدا لتجاوز هذه المحنة ولعبورة. أنا يا أخي الكريم قبل يومين التقيت برجل هنا من الناس المتضررين اللي هدم منزله، فسألته سؤال بسيط جدا جدا، يعني شعورك شنو وانت الآن عملت شنو؟ بيقول لي والله بأبسط ما يمكن، يقول لي الحمد لله هذه إرادة الله